دائما اسال من خلال خبرتي اللي يمكن بدات من سنه 68 او 65 كنت في المانيا لما كنت طالب كنت اعمل كمان دائما كنت ابحث عن كيف تفهم العماره. انا يمكن العماره اخذتها اول شيء في قدرتك على التصميم، كيف تقدر تصمم الشيء. انا في الاصل كان ميلي اني ادخل في ما يسمى تصميم الشيء الصناعي، الطائرات والسفن، هذا كان ميلي، ما عمري كنت افكر اكون معماري. كنت انظر للعماره بانها هي جزء من الشيء المكون في البيئه اللي انت بتعيش فيها. بعدين دخلت في ثوره طلابيه في المانيا، كنت احد المشاركين فيها، كنت احد لأن كنت كمان بجامعة كنت من المتفوقين، فقالوا لي أنت بتعمل تفوق ادخل معنا للثورة الطلابية على أساس نغير من نظام الأكاديمية، نظام اللي بسموه الكلاسيكال أو النظام التقليدي التاريخي الموروث في التعليم الأكاديمي. فأنا كنت أحد المشاركين لأنه كنت أقدم شيء بالمقابل، يعني كنت مشارك بس كنت أقدم شيء أنه هذا الشيء اللي بنظر له كيف أفهم العمارة في إطار اجتماعي وليس في إطار المادي، هذا كان الشيء المهم. واذكر يومها انه في خضم هذه الفتره اللي كانت هي فتره الصعود او نسميها فتره النهضه في اوروبا اللي هي اسست الوحده الاوروبيه، هذه كمان من الاشياء المهمه. لما اجى ميس فاندروي ولما اجى كيزو دانجر اللي حاضر عن اعماله رميناه بالطباشير وخرج من القاعه. لانه كنا نقول لدول جماعه عم يكونوا بحثوا عن الايكونيك، انه انا ميس فاندروي، انا كوربوزيه، انا الان هذه لازم ننساها، لازم ننظر للاخر. بقى هون انا او نحن كنا مجموعه من الطلاب اللي عندهم فكر سياسي، فكر اجتماعي، فكر بيئي، انه كيف تحول العماره الى حدث اجتماعي وليس حدث معماري. هذا كان هنا دخلت كمان في تعبير اخر، انه عندما الواحد بيتطرق لكلمه المكان المعمور بالانسان وليس بالعماره، مع ذلك انه العماره ممكن تتكون من خلال وجود الانسان نفسه. فهون انا صار اهتمامي انه كيف انظر للمكون الانساني الذي يستطيع من خلال ما اعمله من فراغ يصعد من انسانيته، انه يتفاعل مع الاخر، يتفاعل مع المجموع، يكون حدث في هذا الحيز اللي انا شكلته. ما بنظر للحدث العماره بانها تشكيل نحتي او تشكيل بسميها يعني يطفي الاعجاب بالشيء، لا، انا اعجب اكثر لما انظر الى 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 زاويه او فراغ مليء بالناس والناس بتعي مع هذا الفراغ. هذا كان يعني هذا كان منظوري في العماره. لذلك اغلب اعمالي وهذا الشيء اللي انا لاحظته يمكن بعد فتره ما كنت انا واعيها، انه انا كنت اعمل عمران وليس عماره. كنت افكك البنيه مغلقة للفراغ وحولها إلى بنيات فراغية. كما لو أنني أقول إنه أنا عم بحاول أحول العمارة إلى مدينة صغيرة، أو أكثر من ذلك البيت الصغير أو البيت يتحول إلى مدينة صغيرة. لو رجعنا لتاريخنا الموروث في المدن الإسلامية مثلا زي فاس، حلب، بغداد، القاهرة، البيت العريق الموروث كان في ذاك الوقت هو عبارة عن شبه مدينة صغيرة، لأنه كان فيها فراغ داخلي، كان عندك فراغات خارجية سموها الحرم لك والسلم لك، ساحات الأفنية الخاصة بالرجال، أفنية خاصة بالنساء، أفنية خاصة بالخدم بأنواعهم. بقى كنت تجدي أن البناء السوليد تحول إلى أو الصلب بتحول إلى بناء مفرغ أشبه بمدينة صغيرة. بقى كنت أعتبر أن البيت هو عبارة عن مايكرو سيتي. والان عم بنظر للحدث الان اللي احنا الان بصدده، كون انه المنطقه العربيه تعرضت الى 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 او ما يسمى تحت عنوان النمو الاقتصادي المفاجئ او البالون الاقتصادي او البالون التنموي اللي حصل في بلدان لها الثراء المادي. أنشأت مدن، لكن المدن هذه هي عبارة عن أجسام ليست حية،
هي عبارة عن أشياء وليست نماذج تعطي الإنسان معنى الحياة أو تعطي الإنسان معنى إنه كيف يصعد علاقته مع الآخر أو يكون علاقة غير مقصودة غير مبرمجة. والقصد هي إنه أنت لما تعيشي في داخل فراغ عائلي، هذا فراغ عائلي أنت مرتبطة فيه، هذا جزء من حياتك اليومية، لكن عندك فراغ آخر اجتماعي. كيف يمكن أن يكون فراغ اجتماعي هذا مهيأ أو تهيئ له الحيز الذي يجعل القيمة تلاقي إنسان مع إنسان آخر قيمة تصعد من 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 من, من إنسانيته. عندما تعيش معزولة أنت تفقد إنسانيتك. والعزلة للأسف هي سيطرت يعني سيطر عليها من خلال ما يسمى عاد المعلوماتية. بتعيش أنت في البيت مع جهازك الخلوي، أنت أوجدت نفسك ما يسمى فيتشو، مجتمع فيتشو يسموها مجتمع وهمي لكن ليس حقيقي، ونسيتي المجتمع الفيزيكي الأمامي اللي هو بيصعد فيك قدرة التعبير، قدرة الحوار، قدرة السؤال والجواب، قدرة تقبل الرأي الآخر. ذاك اليوم في الحالي اللي عم يكون في مجتمعنا ناتج من خلال العزلة اللي احنا عم نعيش فيها. أنا عم ببحث عن إنه يقاوم هذه العزلة وهذا العنف من إيجاد فراغ يعطي الإنسان فسحة أن يتكلم مع الآخر، أن يتعرف عليه. هذه العمارة بس. هلا شكل العمارة بترك للظرف، بترك للعصر. هلا لما أنا عندما أتطرق إلى ما يسمى الحيز الاجتماعي، كان هناك أصبح في مصفوفة خصصية في التحضير للفكر المعماري أو الفكر العمراني للعمارة. وأنا أقصد الفكر العمراني للعمارة، العمارة فككت وتحولت إلى عمران، إلى مدينة صغيرة. عندما نتكلم عن المدن التي يعني تنتج الآن، أنا بقول إنه هذه مدن تصنع ولا تبنى. ولما تصنع معناته هناك ما في حدث، ما في حوار بين 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 المرسل والمتلقي. البناء هو عماده إنه في هناك جدلية أو سيبريانية بين ما تعطيه أنت من فكرة والفكرة كيف تتحول إلى شيء حسي، ثم أنت تقيمي هذه الحسية وتحوليها إلى 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 فكرة أخرى. هذا تصعيد العلاقة السيبريانية أو السيبرناطيقة، هذه هي التي تولد ما يسمى البناء العضوي أو 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 الفكر العضوي بالتفكير، وليس الفكر المادي اللحظي. هذه فكرة يمكن كثير ناس ما بيعبر عنها حتى بالأدبيات العربية أو الأدبيات اللغوية. أنا بالأدبيات اللغوية مش كثير يعني جيد، بس بحاول إني أقرب الصورة، لأن عندما يعني أنا جدا يمكن محظوظ، هو للأسف أو لحسن الحظ، إني أنا أعيش في فترة فيها فوضى يعني في 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 التناقض الثقافي، تناقض المكاني، تناقض الهوية، تناقض من أنا وأين أنا وكيف سأعيش في المستقبل. عندما أنظر إلى المدن الحديثة التي تنشأ من غير ذكر عناوين حتى لا أضع، لأن بعض المدن تحت المقصلة، هذه المدن تصنع ولا تبنى. كصناعة السيارة هي عبارة عن مدن تصنع بالجملة. البناء بالعكس، البناء هو عبارة عن حوار بين صاحب الفكرة أو المبدع أو الذي ينتج الفكرة وبين المنتج. والمنتج لا ينتهي إلا بعد ما تتبرر عملية علاقتك بين هذا الشيء الذي يتكون ثم رد فعله عليك وأنت تعطيه رد فعلك بالمقابل عليه. عندما ننظر مثلا صناعة الأودي، تحتاج إلى بناء نموذج وليس صناعة نموذج. هذا البناء يحتاج إلى سنوات تجرب فيه الكل ما يسمى محددات التصميم. محددات التصميم من إيش؟ من النسبية الهوائية، الديناميكية، خفة المواد. هذه تبنى بالتجربة ولا تصنع. عندما ينتهي البناء هذا يتحول إلى صناعة. فإحنا الآن للأسف عم نعمل مدن تصنع وليس مدن تبنى. أنا يمكن محظوظ إنه بأعمالي التي قمت بها، للأسف في الأردن لم تحضر هذا العمل. الأعمال التي قمت بها من بدأ من سنة 85 إلى هذه اللحظة هي أعمال تبنى، لأنه في كل مرحلة
أقرب العلاقة السبليانية بينك وبين هذا الحيز الموجود. يأتي الناس يستعملون هذا الحيز، ثم يتغير إدارة هذا الحيز فيأتي مجتمعات أخرى تقول لا، لماذا نغيره؟ تحت ما يسمى علاقتي مع هذا الشيء، يعني أنا مساهم في أنه أساهم في هذا التغيير، لا يؤخذ معماري آخر كما يحصل الآن بالأردن. بالأردن ما في هناك ثبات مع صاحب الفكرة وصاحب العمل، دائما بيغير الناس، يعني بيعمل ما يسمى ويندو شوبينج بين المعماريين. السعودية بالعكس، السعودية تثبت معي مع زبون معين، هذا صاحب العمل صار في بينه وبينه إرث فكري، إرث مهني، إرث حواري حول العمارة، إرث حول فهم الهوية، فهم المعترف الماضي الحاضر والماضي، أو كيف أفهم الماضي، أفهمه من خلال تفسير لظواهر التاريخ. دائما هناك في شيء ثابت ومتغير، الثابت هي القيم، هي العادات، هي التقاليد، مع أنه هذا الثابت أنه اجتمعت مرة في مؤتمر مع أدونيس تكلم عن جماليات التغير. ما في هناك شيء ثابت، حتى الثابت يتغير. وأنا كمان بدأت أقتنع بالفكرة هذه أنه الثابت حتى على مستوى مثلا الدين، ممكن أنت تعيد تفسير الدين، تعيد تفسير أنك تعيشي في نص هذا قابل أنه يفسر حسب عصره ومكانه والزمن الذي ينشأ به أو يستمر فيه. فهذا الثابت اللي هو يمكن الذي يبحث عن القيمة الكبرى في داخلي، في مجموعة من المتغيرات تعطي للفكر المعماري هذه ما يسمى الناقل لقيمة الإنسان أو قيمة الخبرة الزمنية. أنا لا أريد أن أكسر علاقتي مع الزمن، أنا أريد أن أقول أن الزمن، لولا الزمن لما كنت أنا أعيش هذه اللحظة، يعني أنا تراكم زمني أدى إلى وجودي أنا في هذه اللحظة في هذه الثانية. إذا مع ذلك يجب أن أفهم الزمن كيف أعطاني ما يسمى هذا الذات أو هذه المعرفة. هذه المعرفة تتشكل ثم تتطور ثم تصبح أكثر ارتقاءً، لكن هناك في شيء ما أنا أخذته من الماضي. هكذا أفهم العمارة، لا أفهم أنه هي عبارة عن حالة مزاجية، حالة أريد أن أقول أنا أريد أن أعمل هذا الشيء لأجل أنه أبرز هذا الشيء، لأجل أقول أنا الفلان المعروف، أنا ضد هذه الفكرة أساساً.